بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، مرحبا بكم، بيانفيني سور لا شان ميليسا كاهنه. اليوم ان شاء الله عندي معكم وصفه هايله تاع مكرون بالمركز. وصفه سهله، نحتاجو فيها كميه تاع مركز هاوليك، يكون يعني من نوعيه مليحه، ونحتاجو فيها راس تاع توم، يعني نسحقو فيها دي غوس داي، يكونوا هكا واحد ابيبخي واحد 8 حتى 10 فصوص تاع توم. نحط اولا بيان سور، ونحتاج مكرون من النوع اللي حبيتو. انا حنحط المكرون تغلي في الماء، يغلي يكون كي بدا يغلي نرميها، ندير لها شويه ملح وزيت، تغلي مده 7 دقائق ونحيها نصفيها. الو، هنا عندي ان كوكوت حطيت فيها شويه زيت يسخن، ونحط فيها المرقاز يعني يتقلى. نزيد عليه هنا راس كومبلي تاع التوم، يعني ديجو ستاي اكفازي يعني ملحيين هاوليك. فوالا، نخلي هاد التوم يتقلى مع المركاز، نزيد عليهم هاوليك مغرفة حتى لزوج مغارف تاع طوماطيش، تاع طوماط كونسونخي. هنا انا هنايا نقصت، نحيت لا كوكوت من النار ونقصت. الوغ نحيت هذاك ليدام هاوليك، نحيت يعني خليت غير شويه هاوليك ليدام تاعنا تاع المركز هذا، نحوه يعني ما نخلوش، لانه يعني من بعد يدور على القلب. الوغ نخلي جوست هكا الثوم وطوماطيش، ونبدا ونزيد نعاود نرجعها تتقلى، ناكد ونعاود انه هذاك ليدام تاع المركز نحيوه هاوليك. هذا دو بريفيرونس تخلوه هكا دون اون اسيات طبسي صغير، تخلوه راح يجمد من بعد. من بعد تنحوه بالمغالفه، ترموه حاجاكم في لابوبيل، خير ما ترموه في الليفي، باسكو هذا كيجمد في لي تويو تاع الليفي رايح يدير لكم كارثه، يعني تبوش لكم الليفي تاعكم. فتوجور لاصوص هذه المرقه تاع المركز، هذا الشحم هذا نديروه في طبسي نخلوه يبرد، راح يجمد من بعد نكرطوه بالمغالفه ونرموه يعني في لابوبيل عادي. نولي للدوزينه تاعي هاوليك. عندي هنايا المركز درت له لا طوماط كونسونطري، نزيد عليه شويه تاع الكرويه. هاد الاكله هي يعني تونسيه، طريقه تونسيه، نحطوا لها الكرويه، نحطوا لها الفلفل العكري، نحط لها الفلفل العكري. اذا كان عندكم فلفل عكري حار، يعني هما التوانسه اخواننا التوانسه يديروها حاره، الا ما تقدروش ديروا فلفل عكري حار معليش ديروها العكري نورمال. الوغ نكملو هكا، نحرك نعاود نرجع كلش فوق النار ونكمل نحرك هاد. نعم المركز هاوليك نحيتو حطيتو دونزون اسيات، وهنايا درت هداك واش تقالي في لا كوكوت، حطيت لها قيس يعني واحد زوج كيسان ما نديرو اون بوتيت صوص هايليك تبدا تغلي. هاد لا صوص لي نحط فيها المقارن، هايليك المقارن نزلتها عليها. كيما قلتلكم ما تكتروش لا صوص، لانها رايحة تشربها تمتم، وباش تجيكم بنينه، يعني اذا كثرتوا لاصوص ماهيش حتجي بنينه هاليك. وديروا لها بيان سور الملح، كي تنحوا المرقاز ذوقوا لاصوص تاعكم، ديروا لها هذيك لا طوماط ديروا لها الملح وذوقوا، لانه المرقاز سا ديبون كان يجي مالح بزاف، دونك ما نقدروش نديروا الملح حتى في الاخير. انا غنخليها تشرب شويه هكا لاصوص 5 دقائق برك، نطفي عليها ونحط فوقها هاد المرقاز. انا هاوليك راهو واجد مقارن بالمركز، بنينه بنينه صدقوني، جربوها ورجعوا لي بالخبر، تبعوا الخطوات، يعني وصفه سهله. توجور نحبوا ماكله سخونه وبنينه على طريقه تونسيه، قدمت لكم وصفه مقارونه بالمركز، نتمنى ان شاء الله انكم تعجبكم. في الاخير باك سمحوني نسيت ما رميت لهاش ورقه ترند، يعني كي نرميتهم نرموا معاهم ورقه ترند، انا يعني درتهم من بعد وانتم مديناهم في الاول مع يعني لما ترميتهم. نقولكم تهلاو في وحدكم، ميليسا تاع البروجي ان شاء الله، و سلام.